كتابة إذا كدينا الحروف، هذه الحروف اللي ما يسمى بتفيلات هي في الحقيقة حتى هي حق أريد بها باطل. تفيلات لحد الساعة ما معروفش الأساس ديالها في منين بالضبط، ما يمكنش ننجمو بأنه ماشي بالجزيرة العربية 100%، وما يمكنش ننجمو بأنها من الفينيقية، حيث كاين اللي يقول التفينة هي التفينة ربما من الفينيقية، ولكن من خلال الملاحظة أنه مع الفينيقية القديمة لا تشترك كثيرا التفينة مع اللهم في ستة أحرف. ولكن هناك سمعتي هنا مقارنة ديال الأستاذ عبد الله الداروغي كيعطيك شي تطابق يتفينا ودوار. لا نعطيك أنا مثال المقارنة الخاصة الدار، هذا مؤلف ديال علي أحمد الشهري علي أحمد الشهري سماها لغة عاد وسماها لغة عاد. إلا جينا لهذا المؤلف ديالو، جينا المؤلف ديالو مثلا غادي نلقاو هنايا، غادي نلقاو هنايا مثلا هذه الحروف هذه. وي هذه الشفه هذه الحروف هذه راه كلها كاينه في التفيله، هذه الحروف اغلبها كلها كاينه في التفيله. انت هذه الحروف عندك مثلا هذه كيسميوها عندنا حنايا الراء، وهذه الباء، وهذا الزاد المشهور ديالو ما هو اللي كتشوفوا هذاك حرف الزاد هذاك المشهور عندهم، وهذا راه موجود في قبائل الضفه، واللي موجود كان انه في قبائل الضفه انت، وهذه الحروف كلها موجوده في التفيله موجودة اللي سجلته اللي سجلته السعودية في جبال العلا، سجلته في اليونان. موجود في السعودية. حتى السعودية عنده علاقة بهذا الزي اللي كنا في فينا. عنده توا عنده علاقة، حتى المسند ما يسمى بخط المسند عنده علاقة بتفينا. هناك يشتركون في أكثر من 12 حرف، يشتركون في أكثر من 12 حرف. أما الفينيقية لا يشترك معها إلا في حوالي 6 حروف. اما هذا المسند وهذه الخطوط الموجوده في هذه الاحرف الموجوده في قبائل الضفار يشترك معها في اكثر من 12 حرف. وشنو هي الحروف الاساسيه اللي كانت في التفينا؟ راه كانت فيها حوالي غير في البدايه الاولى راه كانت غير 12 14 حرف كما يقول شاطر، ومن بعد ضافوا عليها 10 حروف الاخيره اللي ضافوا من الاركام. انت هذيك راه كلها حروف زائده، حوالي 10 حروف كلها ضافها الاركام، هي حروف جديدة مثلي. ولكن في أغلب الحروف تجد لها علاقة بالحروف المكتشفة في قبائل الضفار موجودة بالسعودية، يعني موجودة بشبه الجزيرة العربية. وهذا أكثر من تساؤل، لماذا لا تجرى مقارنات في هذا المجال بكتابة؟ علاش حنا نتناطح حول تيفينا وتيفينا كيفاش واش تيفينا ديالنا؟ أسيدي جري مقارنة وعرف شنو هو الأساس.